لو هتسألني إيه أحسن مكان للفسح والخروجات، يبقى هقولك مول أركان. هتقولي ليه؟ علشان هقولك إن ده أكتر مكان هتقدر تقضي فيه وقت تحفة مع عيلتك وصحابك. مول أركان اللي في الشيخ زايد هتلاقي فيه كل حاجة ممكن تتخيلها، من محلات لأكل الكافيهات وسينما وبنوك وحتى صيدليات، زي ما تقول كده من الإبرة للصاروخ، بس طبعا برنداته بس. مول أركان من أرقى الأماكن اللي موجودة في مصر، علشان كده قالوا عليه بيت الأغنياء والمشاهير، وده لأن كل المشاهير والنجوم بيروحوه على طول، لدرجة إن في فنانين هتلاقيهم فيه يومياً. مول أركان دلوقتي بقى أشهر مكان في زايد، واللي مخليه مميز قوي كده إنك لما تروحه مش هتبقى عايز تخرج منه بسبب كل تفصيلة جواه، خصوصاً بقى لو في المناسبات زي رأس السنة والأعياد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا وتقولولنا رأيكم، رحت مول أركان قبل كده ولا لسه هتروح؟